يعطي فرصة مثلا للاعب الشوط الأول والشوط الثاني غير. ميسي يتقدم ركض جول جول برشلونة بواسطة راكيتيتش، يتقدم تقدم مع ميسي ولكن حط الكرة في مرمى آدان راكيتيتش الذي يسجل هدفه الأول في الليغا. لكن شوف واحدة الثانية الثالثة الرابعة وصلت إلى راكيتيتش والانفراد. لاحظ ميسي وين الكرة وين، تصرف مثالي من راكيتيتش، مثالية رائعة دينية وصلت إلى راكيتيتش. راكيتيتش يواجه آدان، يحط الكرة في مرمى آدان ويسجل الهدف الأول لمصلحة برشلونة عند الدقيقة 58 على الشوط الثاني من هذا اللقاء. تصل إلى آدان، برشلونة راح يعمل على تسجيل الهدف الثاني أكيد، يأمن نتيجة المباراة، بيأمن نتيجة المباراة. ميسي يأمن نتيجة المباراة ويسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال بيتيس. هدف أول من راكيتيتش، هدف ثاني من ميسي. ميسي على الجميع، ولاحظ يوم ما تلقى الكرة يعني بعض المدافعين يقولون إنها إلى حالة تسلل، لا ما أعتقد ما فيها تسلل. يتقدم ميسي، يحط الكرة في المرمى ويسجل بذلك الهدف الثاني لمصلحة برشلونة. لا حط انتين ولا عمل لك بال ولا على الخاطر ولا على البال وما في ردها، بس في بعض اللاعبين الله 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 جول جول الثالث لبرشلونة. هو نفس اللاعب اللي أتحدث عنه قبل قليل لويس سواريز، يحط الكرة في مرمى آدان ريالة بواسطة لويس سواريز. يتقدم الآن لويس سواريز، راكيتيتش، ميسي، سواريز على الطائر، الثلاثي المرعب اليوم اللي سجلوا وصنعوا الأهداف الثلاثة وصلت بهذا الشكل على الطائر. لويس سواريز يسجل الهدف الثالث لمصلحة من ربعنا، يعني في ملامح عربية، أقرب للملامح العربية. هذا ميسي يمكن يمسي بالجول الرابع لميسي. يحيون برشلونة على الأهداف التي تتواصل في الشوط الثاني. يتقدم الآن ميسي ويمر ويخلص من المدافع وينفرد بآدان، يحطها في المرمى. شوف وين حطها هناك بعيدة في الزاوية، وسجل الهدف الرابع لبرشلونة. لم يسجل، ما شارك باولينيو، بقى على قائمة البدلاء كثيرا. ومشروع تسجيل الهدف الخامس، جول الخامس لبرشلونة.